بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وعلى جميع من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، نسمع في هذه الآونة الأخيرة جعجعة ولا نرى طحينا. فالعالم العربي والإسلامي، هذه الرقعة الجغرافية الممتدة واسعا، هي رقعة مشتعلة محترقة، وتزداد النيران في هذه الرقعة الجغرافية يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر. ثم نتيجة هذه النيران حصيلة ثقيلة من المعاناة ينطق بها اللسان فقط، أما القتلى فلا تسأل عن أعدادهم. إذا وجدت في ساحة رابعة العدوية مثلا يقتل 5000 في يوم واحد، وفي سوريا مثلا 3000 في الغوطة الشرقية باستعمال الأسلحة الكيماوية والأسلحة الفسفورية، إذا رأيت إلى هذه المعاناة وهذا الحجم الكبير من الضحايا والدماء والأشلاء والبكاء والآلام، ورأيت إلى مساجد المسلمين تحرق من قبل من يدعي الإسلام، مسجد رابعة، مسجد دمشق، مسجد الفتح، مساجد تحرق بيد المسلمين، وإذا رأيت عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، هذه السياحة الاضطرارية بتاع المسلمين في الشام يضطرون للخروج والتيهان، يتيهون في الأرض لتكثر ما يسمى باللاجئين، في السوريين اللاجئين، الأردنيين اللاجئين، العراقيين اللاجئين، مش كتير في العالم، رحنا نطلبوا في كل مكان، نطلبوا مساكن اللاجئين تاع فلسطين، في الأردن، وفي سوريا، وفي لبنان مخيمات، ونطلبوا للاجئين السوريين في الأردن وفي لبنان، واللاجئين العراقيين، إلى جانب اللاجئين المسلمين في كل مناطق الدنيا، في أوروبا الشرقية الغربية، في أمريكا، يعني المسلم مشتت ومقتول ومذبوح ومحروق، محروق. وبعد أن استعمل النظام السوري مؤخرا ما يسمى بالأسلحة الكيماوية، سمعنا أن الغرب كأن ذرة في قلبه من الإنسانية تحركت، فخرج بقرار أنه على وشك توجيه ضربة للنظام السوري، فاستبشر الناس وقالوا لقد تحرك الضمير الغربي وأراد أن يتدخل أخيرا للانتقام للمجازر اليومية المتكررة التي أدت إلى هذه الوديان من الدماء. حتى اليوم لنفرض أن النظام السوري ما ضرب شيء بنت الأسلحة الكيماوية، ما كانش يقتل في كل نهار 500 واحد يوميا، 500 واحد يوميا ثلاث سنين، 1000 يوم كل نهار على الأقل 500، رحنا واصلين الآن، هما يقولوا 100,000 قتيل، ولكن رحنا واصلين واحد شيء كبير، المفقودين، الأيتام، الأرامل، 1000 يوم لم تحرك فيكم شعرة أيها الغرب المنافق. لو كان ذبحوا كلاب وحرقوا كلاب لقامت جمعيات حقوق الكلاب والرفق بالحيوان لقامت قيامتها ولم تقعد، لكن لما تعلق الأمر بالدم المسلم فليسل. يا الله، وقال لك اليوم غادي ندخله، حتى اليوم، وعلاش بغيتو تدخلوا اليوم؟ البارح واليوم راهم قالوا لا ما غاديش ندخلوا. انا كنت عارف يعني لساني عارف بلي قال لك يا ودي اليوم غادي ياجلوه كذا ومنه، يعني كلام للاستهلاك، للعب على عواطف الناس، بحال ديك الشكوى صوتها في الشاشويه تريح شويه،
عاود صوتها صوتها شويه زيد تقول لك فشها شويه. قال لك واحد السيد كان عنده واحد الدويره حصره ساكن فيها غير هو ومرطور بعد ديال الاولاد، عنده غير بيته واحده، مشى يشكي لواحد الطبيب نفساني. قال له سيدي عندي الحصران. قال له واسمو عندك؟ قال له انا وثلاثه تاع الوليدات والمراه، رحنا احنا خمسه غير بيته واحده. قال له عندك شي حاجه اخرى؟ قال له عندي الحمار والكلب والديك. قال له زيد الحمار معكم. زاد الحمار، قعد ثلاث ايام ولا قال له زاد المشاكل مشاكل مشاكل، كنا غير احنا وزاد علينا الحمار. قال له زيد الكلب. يا ربي يا ربي يا ربي، ولا عنده ثلاث ايام قال له الدعوه قبلت الكلب. قال له زيد الديك. زاد الديك تربجت الدعوه الريحه وكذا والزر. ولا عنده قال له قلع الحمار. قلع الحمار بقى ثلاث ايام، قال له الحمد لله ريحنا شويه. ثلاث ايام قال له قلع الكلب. قال له يا واحد الراحه لقنا. ثلاث ايام اخرى قال له قلع الديك. قال له رحنا في واحد الوسع كبير هكذا يدير يصوت 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 الامه يخليها هكذا تعيش. يفش شويه يزيد صوت 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 يفش شويه اكثر يصوت صوت. لماذا قالوا باننا نريد ان نتدخل؟ وبالضبط في الغوطه بجانب دمشق. علاش؟ واش عرفتوا ولا ما عرفتوش علاش؟ لان الجهاديين وصلوا الى دمشق وخشي الغرب من ان يسقط النظام المجاهدون قبل ان يتدخل الغرب، فدخولهم ليس لضرب بشار، فبشار من اطوع خدام الغرب ومن اشرف من خدم الغرب ومن افضل من حافظ على استقرار اسرائيل، وهم يخشون ان الحركة الجهادية في سوريا التي وصلت الى الغوطة الشرقية ودخلت الى دمشق، دخلت الى حي القابون الى حي المزة، خشيت ان يكون لهذا الاقدام انه يقضي على بشار وينشأ هنالك نظام له حدود مع اسرائيل يحمل عقيدة ترفض بقاء اسرائيل. او ربي ربي ربي. فالضربة اذا ليس لبشار انما للجهاديين الذي تتفق فيه امريكا والغرب مع روسيا، ولذلك سكتت روسيا لان روسيا تعرف ان بشار لن تمس شعرته ولو حتى شي حاجة. انا سكتوا ضرب هذوك، احنا العالم غادي نضربوا هذا، ولكن الحقيقة واش نضربوا هؤلاء. ثم هنالك العرب متفقون ايضا ان لا ينجح الجهاديون، اذا نجحوا زيد اذا نجحوا اسمه ما معناه؟ ما معنى ينجحوا؟ معناه نشوء نظام اسلامي تحرر من نظام مستبد جثم 60 عاما على صدور السوريين، وفي ذلك واسمه تدعيم للربيع العربي الذي بدأ يتراجع من سوريا، فإن بشار قال من هنا تبدأ الثورة المضادة وهنا ستقف الثورة ولن تتقل أبدا إلى ما يسمى بدول الخليج، ولذلك دول الخليج تعطي المال لإسقاط ما يسمى بالنظام الذي انتخبه الشعب في مصر، وتقف إلى جانب الغرب من أجل أن لا يسقط بشار زيد زيد وأن يسقط الجهاديون. وبندر بن سلطان كان في روسيا بالأمس، ماذا كان يفعل هناك؟ فالصفقة إذا تمت بين الغرب أمريكا والغرب الموالي فرنسا والإنجليز مع روسيا والصين اللي كيديروا بروحهم واقفين مع الآخر، ثم هنالك الدول العربية. القضية قضية اسمها قضية أن لا تنجح الثورات مرة جديدة، بل لقد بدأ العرب في الخليج والغرب وإسرائيل وإيران بدأوا بإسقاط الأنظمة التي أفرزها الربيع العربي، فلا يمكن إلا أن يتفقوا جميعا. والعجبة سيدي تصيب الخليج وتصيب إيران، يعني طهران ودول الخليج والغرب والغرب متفقين على 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 سوريا بهذه الطريقة.
كل واحد كيفاش يشوف، ولكن متفقين على هذا، على هذا السيناريو. ها واسمه هنا، واسمه هنا النقاط الثابته. ها ما نجحوش الجهاديين اللي راهم تما داروا، واسمه داروا في المناطق اللي حره، واسمه داروا محاكم شرعيه، امن شرعي، الناس خدامه، والامن جابوا الامن للناس وحلوا المشاكل نتاع الخبز ونتاع التموين. شافوا الناس بالاسلام كيفاش يحكموا المناطق اللي تحرض، وكاين ذاك اللي يسميه الجيش الحر، هو الان اللي راه، ها هو اللي الان مؤيد. شكون يؤيدوا في الجيش الحر؟ هو فقط ذوك الجيوش والعساكر اللي كانوا عند بشار وهما علمانيين ونازلوا على الاخر، وهما اللي كيوجدوهم كعسكر، ثم يوجدوا شكون الحكومه؟ لهذاك اللي كيسميوه، كيسميوه اللي كيجتمع في تركيا، كيسميوه هذاك المجموعه، لا لا ذوك المجموعه كيسموه نتاع، كيسموه ذوك المجموعه اللي راه تحكم اللي ديال سوريا، كيسموها الائتلاف، الائتلاف. ها يحاولوا ما كيديروا تما واحد العلماني عاودك رئيس، والجيش الحر المنشق. اما الجهاديين كفكره وكسلوك وكتصرف وكجهاد تمحى، ولذلك حتى الجيش الحر مع الائتلاف متفق مع كل شيء. هذا الشيء بين الاخرين ارهابيين وينبغي ان يستأصلوا. فالضربه ليست موجهه الى بشار، هما بذاتهم كيقولوا بشار خصو يبقى 2014 باش يكمل الولايه نتاعو. ها كيلعبوا علينا. ولكن حينما نرجع الى القران، لا تنطلي الحيل على المؤمن. قال الله تعالى: يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم. يرضيك بالفم. سنتدخل، سنضرب بشار. لقد تعدى الخطوط الحمراء. عاد اليوم تعدى الخطوط الحمراء، 200 الف اللي تقتلت، وزوج الملايين، والاطفال اليتامى، كاع هاد الشيء ما حركش. اليوم عاد غادي تدخل لتونس في الشعب السوري. اجلس تما، لا تتدخل، واترك الامه تقرر مصيرها. لكن هما يتدخلوا في الوقيته اللي كيشوفوا. فنسال الله لاخواننا في سوريا ان يثبتهم وان ينصرهم وان يبطل مخططات اعدائهم.